العشرة وستة دقائق. مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حصاد يوم من الرياضة في تونس والعالم. ومن العالم نبتدأ، ومن ويمبلي تحديدا، تتويج جديد للمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي فازوا قبل قليل بكأس الفيناليسما اللي تجمع بطلي أمريكا اللاتينية وأوروبا. فوز على إيطاليا 3 أهداف دون رد. 3 أهداف سجلهم لاوتارو مارتينز، أنخل دي ماريا، باولو ديبالا في 28 و 45 و 90 دقيقة. ميسي كان رجل المباراة، كان وراء زوز تمريرات حاسمة، وكان أفضل لاعب في اللقاء. لقب جديد للمنتخب الأرجنتيني عن جدارة واستحقاق. سيطر بالطول والعرض على المنتخب الإيطالي اللي يبدو أنه الأزمة كبيرة كبيرة، خاصة عدم تأهله إلى كأس العالم في قطر. اللقب أرجنتيني أكد من خلاله ربما المنتخب الأرجنتيني باش يكون ورقة من أقوى الورقات المنتظرة في كأس العالم في قطر. ربما تكون الفرصة الأخيرة لليونيل ميسي وكل النجوم اللي معاه من أجل التتويج بكأس العالم. وفي تونس حددت لجنة الاستئناف موعد 8 جوان لإصدار قرارها بخصوص النزاع القائم في ملفي إثارتي هلال الشابة والنادي الإفريقي. وكانت جلسة اليوم الأربعاء 1 جوان دامت 6 ساعات خصصت لطرفي الدفاع للدفع بالدفعات متاعهم كل في الملف بتاعه. إلى كأس تونس، نتائج الدفعة الأولى من الدور 16. اتحاد تطاوين مكارم المهدية وتأهل اتحاد تطاوين 3-1. سجل أهداف كل من لؤي بن حسين في دقيقة 6 وشهاب الزغلمي في دقيقة 30 والكوني خلف من ضربة جزاء في دقيقة 66. ولمكارم المهدية سجل زياد السويسي في دقيقة 77 من ضربة جزاء. وتأهل تاريخي لنادي تاكلس على حساب نجم الفحص بضربات الجزاء 4-3 بعد موفاة المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. ومستقبل سيمان الترجي الرياضي الجرجيسي، التأهل كان للترجي الجرجيسي 2-1، وكان حزم مبارك سجل لمستقبل سيمان في دقيقة 61، ولكن يعود الترجي الجرجيسي في دقيقتين عن طريق يوسف الخميري في دقيقة 79 ويونس راشد في دقيقة 81، يمنح الترجي الجرجيسي التأهل إلى دور ثمن النهائي. أمل حمام سوسة مستقبل الرجيش بضربات الجزاء، مستقبل الرجيش يتأهل 3-2 بعد موفاة المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0. وبقية أو خلي نكمل، شبيبة مجل بالعباس هلال مساك، المباراة هذه توقفت ونتيجتها 2-1 بعد اجتياح الملعب من قبل الجمهور المحلي. تنشوفوا الجامعة شو باش تقرر في اللقاء هذايا. غدوة سيكون الموعد مع الدفعة الثانية، فيها هلال الشابة الأولمبي الباجي، سيابي الملعب التونسي، ترجي الكريم، مستقبل قصرين، مستقبل مرسى، اتحاد كارتاج، الأمل الرياضي بحفوز مع نهوض سيدي علوان. ذكر كذلك أن الدفعة الثالثة ستكون يوم الجمعة 3 جوان. إلى تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الكوديفوار 2023، المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم تحضيراته لمباراة غدوة ضد غينيا الاستوائية. واليوم في نفس المجموعة بتاع المنتخب الوطني التونسي، ليبيا فازت على بوتسوانا 1-0، صالح طاهر في دقيقة 53، وتم اختيار حمد الهوني لاعب الترجي كرجل المباراة في صفوف المنتخب الليبي. سينو أنغولا فازت على جمهورية إفريقيا الوسطى 2-1. ومن الملحق الأوروبي دور نصف النهائي لتصفيات مونديال قطر، أوكرانيا تفوز على اسكتلندا 3-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikafm.net. أنا عبد السلام ضيف الله، موقع لك باش نقول لكم إن شاء الله ليلتكم أحلى الليالي. إلى اللقاء.